هو مبقاش عارف يركز مع مين بقى. حاول بقى فادي، حاول فادي. ايوه كده تعالى تمام كده. خلي بالك يعتبر ده اقواهم اصلا، لان ده الاساس اللي انت كنت بتصارعه. يلا انا عايز اروح لصحابي. يا ابني اضرب واجري. تخيلوا كده يا اصدقائي ان احنا بندور على كنز، وعشان نجيب الكنز دوت لازم نتسجن، ويجي الضابط بعد كده عايز يقسمنا فيه وياخد الربع. تخيلوا بقى كده مدى الصراع اللي هيبقى موجود عشان نوصل للكنز ده. فضلنا النهارده هيتقسم لجزئين، الجزء الاولاني ان احنا نتخلص من الراجل اللي كان بيصارعنا في الحلقه الثانيه، ودي المهمه اللي هيقوم بيها اياد، ودي اول تصوير معانا فيه، فاعذروه لو هبل شويه او خبط شويه او عمل اي حركات. اما الجزء الثاني يا جماعه وده اللي انا هقوم بيه، هي قصه الهروب من السجن. فياريت بقى لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسناش تنزل تعمل لايك للفيديو، لو كنت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس لكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف مع بعض. كده بقى رجع السجن تاني. هي القصه ان هم بيدوروا على كنز، فتخيل بقى ان هو واصحابه بيدوروا على الكنز ودافعين فلوس عشان يخشوا السجن ويجيبوا الكنز ده. كده يبدا زميله وويله. ده فين بزمان فعلا؟ اخذ بوتا. اسف يا رجل، يجب ان اذهب. طبعا زميله ده اللي قايمه. تمام؟ كده فاضل لهم واحد المفروض. هما ثلاثة. ضربوك بقسوة، أنت بخير؟ مجرد يوم معتاد. المهم انك تقدر بقى تخش المرحله بتاعه الضرب دي وتعديهم، هي دي اهم حاجه. كنت محقا. انا لما خلاص اموت. لا كنا محقا. انت نزل والان يجب ان نعثر على الريح. لا تبدا هذا الان ارجوك. كم استغرقنا؟ كان لدينا ادله. الا لم يكن ولا واحد. فشئنا ام لا، لا ريف لا فارجس ولا دخوله. بمناسبه فارجس لدينا مشكله. من كده بيبداوا المفروض هم تقريبا يعرفوا مكان الكنز فين صح؟ ريف ان عرف احد اخر بهذا الامر ساحل الامر مع فارجس. لا تهتم، دعونا نفكر في الامور الاهم. حسنا لنذهب الى مكان. يا ترى التخطيط ليه بقى كده؟ هم عايزين يمشوا في مكان ما كانش حد سامعه. اعذروا بقى يا جماعه، اياد لسه جديد، لسه اول حلقه يطلع معايا فيها. ايه المكان اللي دخلوه ده؟ حسنا اذا المفروض ان هنا بيدوروا على حاجه تقريبا. ما بيقولوا لا عشان يوريهم الصليب كده، وريهم الصليب. مهلا هتسمح لي؟ كن حذرا. حسنا خشب مرصع بالذهب والفضة مصنوع بإتقان. إنه مفرغ. لماذا يخاطر أحد رجال إيفري ليخفي صليبا رخيص الثمن؟ إنه ليس صليبا، يفترض ان الصليب. المشكله ما نعرفش هيوديهم لمكان الصليب اصلا. دي حاجه من بدايه الكنز، بس ده الدليل الاول المفروض. اقرا المنقوش. دجنا فاكتس ريكيبيمس. نحن نتلقى. بيقروا الكلام كده اللي عليه. نحن نتلقى. انظر لنفسك، هناك فائده من النشاه في دار ايتام. إنه القديس ديزمع. نعم اللص التائب. ما الصلة هنا؟ اسمعها لنتظاهر بأنني لم أحضر دروس الأحد. حسنا، أثناء عملية الصلب تم وضعه بين لصين، أحدهما تعرض للسخرية والآخر هذا الرجل كان تائبا. إنه تقبل عقابه بكل رضا. غنينا المغفرة وصعيد للنعيم. اللص التائب. نعم. طبعا عمالين يخططوا بقى ايه اللي هيتعمل كده. اكتشفت الامر؟ هناك كاتدرائيه للقديس ديزمع في اسكتلندا حيث شهد ايفري اخر مره. لا اصدق انها مصادفه. طبعا. كان لدي شك تجاهكما لكن فلنعثر على فارجس ولنبتعد. كده شالوا تاني. كده يبدا المفروض ان هم يخططوا هيطلعوا. اوه ده الواد اللي هو اتصارع معاه في البدايه. هذا هو من تشاجرت معه. ده اللي اتصارع معاه في الحلقه الثانيه يعتبر. لم اعرف ان لديه اصلا. لا مش جاي لوحده النبادي، ده جايب كتيبه معاه. ربحنا بالفعل. هتقدر تعدل المعركه دي وتضرب والكلام ده ولا ايه نظامه؟ اتعرف نقطه ما حسنا. الله بدأوا الضرب يا جماعه.
طب ما انت تنطط تضرب يا ابني. ما بيضربش، بيبط من الاكس. طب وري كده اعرف لك. هو بيضرب من المربع. بيضرب المربع. اللي بيفادي اهو. ده اللي بيفادي كده اهو. بيبط من الاكس وبيضرب من المربع. اوه والله عليك يا ابني. اهو بص اهو اللي بيضرب اهو المربع. ماشي انا فاهم. ولما يجي يمسكك كده اهو هتفادي بالايه؟ بالمسافه. يلا خد يابا كمل يابا. حاول تضربهم. يا ابني اتمرمط يا جماعه. اضرب بقى فادي فادي واضرب على طول. هتلاقي زمايلك معاك لما يبقوا معاك او ده جاي لك. فادي بقى واضرب على طول. ايوه كده. فادي تاني. هستغل ان هو لوحده بقى امسكه هيلو. لا روح لحد تاني، روح لهم. طالما معاك زمايلك هتلاقي الضرب اسرع. تمام. خدنا جايزه يا جماعه. انك تبقى مع زمايلك وتضرب انتوا الاثنين مع بعضيكوا بتبقى اسرع في الضربه. فاهم؟ هو ما بقاش عارف يركز مع مين بقى. حاول بقى فادي، حاول فادي. ايوه كده. تعالى. تمام كده. خلي بالك يعتبر ده اقواهم اصلا لان ده الاساس اللي انت كنت بتصارعه. يلا. انا عايز اروح للصحاب. يا ابني اضرب واجري. اه شفت لما بقى معاك زميلك ضربته اسرع ازاي؟ يا جدعان ما تجيبولي. سايبين على انت لوحدي ليه؟ انا جديد على فكره. لا لا يلا. فادي واضرب، فادي واضرب. هو بيقول لك دوس على السرو على المثلث. ايوه كده تمام. الله. اوه الاثنين مسكوه يا جماعه. حاول افلت. انتظروا. يا بستر يا بلاح. كده تقريبا يا جماعه الظابط. اوه الظابط جه وصل كده خلاص. لا بس انت محتاج تبقى احسن من كده. ده ايه ده يا جماعه ده؟ كان علقه. اصطفوا. كده بداوا ياخدوهم وقفوا. ايه ده؟ ده موقفينهم على مكان ولا ايه؟ لا الصليب يا جماعه. وطبعا الظابط شافه وكان قايل له ان هو ما لقاش حاجه. طبعا في الحلقه اللي فاتت قال له ما لقاش حاجه وانه بادي لقى ان هو معاه الصليب. هيودوهم السجن. طبعا كله هيخش السجن بقى يا جماعه. ايه ده وخد ده؟ دول معاه المكتب بتاعه؟ ده خد الصليب. تمام. اتركونا. اتركونا. عايزهم لوحدهم. نبدا بقى نشوف هيقول لهم ايه يا جماعه؟ عرض القتل احتمال قائم. فاريس حقا؟ لم اجد اي شيء. لابد ان بيقول له يا جماعه لم اجد اي شيء. اذا ده لسه بنتين. ماذا يمكنني ان اقول؟ انا محافظ، احمل واحدا دائما. مضحك. هي اسمع، لا داعي لهذا، اتفقنا؟ أتظنني أحمق؟ حسنا، أتريد إعادة التفاوض؟ كف عن التعامل كلص حقير وأبعد المسدس. طبعا عايزين يتفاوضوا يا جماعة كده. هنا المفروض بقى إن هو عايز يقسمهم الحاجة اللي هيلوها أو الكنز اللي هم بيدوروا عليه. عايز ياخد كل واحد يعني يقسمهم. ده عايز في البداية بيقول لهم ده أنا عايز آخد النص. لن تجده بدوننا. الربع بالتساوي. الربع يعني عايز كل واحد ياخد الربع، يعني هم الأربعة يبقى كل واحد الربع. سأتقبل ذلك. موافق؟ وافق. ما هو بيقول له سأتقبل ذلك. يبدو أننا اتفقنا. نعم بالفعل اتفقنا. وإن خنتني ثانية. اوه غدر. تغزل يا جماعة وضرب نار بقى و... طعمه تاني. ايوه مش ممكن اقول طعمه. هذا عقابك. هل فقدت صوابك يا ريد؟ تريد اكتشاف ذلك؟ عايزين الكنز للثلاثة بس.
سنلتزم بالخطة. هذا جزء من الخطة؟ بدأوا يخبطوا على الباب، طبعا هيبدأوا يهربوا كده المفروض. ايوه ضرب طلقة. يلا يا جماعة دورنا احنا بقى يا جماعة، لازم نهرب من المكان فورا. عايزين نلحق نهرب يا جماعة. يلا الله عليك. يلا بدوح. عايزين نلحق نهرب من هنا يا جماعه. لازم تركيز يا جماعه عشان نعرف نعدي هنا بالظبط. هنجري منين؟ اتضربت منين؟ يلا خلفك فلتستمر. عايزين نركز يا جماعة. منين؟ اهو لازم نعرف من السجن. لا مش من هنا. اهو اهو يلا يا ابني بسرعة بسرعة. نزل لنا السلم بقى. انت اولا. يلا يا ابني. يا كل طلع. اوه يلا. ركز يا بدوح. اوه. وقعنا يا جماعه. يا ترى طب وهينفع الكلام ده؟ ايه يقول الجهان يا ولد اللعيبه حبك يا حبيبي. يلا بدور. الله عليك. يلا نبدا نهرب بقى تاني يا جماعه. من الصندوق تقريبا من الصندوق اللي ورا اهو. تزقهم. تعالى يا حبيبي. هو كده ده. كده بدأنا نزق يا جماعة. يلا نعدي بقى كده على طول. المكان اللي ماشيين فيه ده يا جماعة. لا احنا ماشيين في موسم تحت. يلا بدور. شوفوك. يلا هنعدي منين؟ يلا الله كده بدأنا نطلع يا جماعة. اهو من هنا. يلا النطاط بعيدة يا جماعة وصعبة. ممكن تقدر بيكم مرة واحدة. اوه يلا. انت بتجري فين؟ يلا وضوح. يا لهوي يلا. اوه يلا اطلع. اتصاب ولا يا جماعه؟ اتصاب. يلا يا سام. اوه سام وقع يا جماعه. والثانيه يجب ان نتحرك. لا ما زال في اسفل. نعم لقد مات. هيا القارب وراء الجدار. لا لا يمكنني. لا يمكن. لن اتركه. نيت اخوك قد مات. تعال معي او انضم الي. اخوك لا مات. كما تريد. لازم يهرب يا جماعه من هنا. لازم يهرب. يلا معلش. بدأنا نهرب من المنطقه كلها يا جماعه.
قادم قادم. طبعا زعلان يا جماعه على اخوه. وكده يا جماعه يبقى ختمنا حلقه النهارده. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناه لو كنت جديد معانا. يلا اشوفكم على خير. سلام.